أروع ما قيل لقناة أهل الدار. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا يا رب كل مين عم يسمعني الله يضع عنه وزره، الله سبحانه وتعالى يشيل عنك أحمالك. صدقني اذهب إليه، التجئ إليه، هو بيشيل عنك أحمالك الثقيلة. لا يوجد أحمال ولا يوجد ثقل في حضرة الله المتعال. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. كله بيكتبوا بوسائل التواصل الشباب الناشئ الحلوين اللي لسه اجداد على يعني تعاطي مع الدين، بيكتبوا بعد يا جماعة خطأ. إن مع القرآن العظيم يقول إن مع العسر يسرى، إن مع يعني هو معه، جاي معه في الكهف المظلم الذي أنت تخاف أن تدخل إليه يوجد الكنز العظيم مخبأ تحت، بس أنت عليك أنك تحفر. احفر بإيمان الفلاح، احفر بإيمان الفلاح تجد كنزا أينما حفرت. مع ها إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. اتجه إلى ربك وربك مستحيل يخيبك حيث لا عسر نهائيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطر كل من يجبر خواطر الآخرين.